صباح الخير يا بلوتو. صباح الخير يا حمادة بيه. الأخبار أنت نايم؟ لا أبداً. الأخبار مش ولا بد. ظهر إن الفترة المحل قفل فيها الناس افتكرت إن إحنا قفلنا خالص، عشان كده الرجل خفت. ده من صباحية ربنا مفيش زبون واحد دخل المحل. أنا برأيي بقى حمادة بيه إن إحنا لازم نتصرف، نوضب المحل ونجيب بضاعة جديدة ونعمل افتتاح جديد عشان الناس يعرفوا إن إحنا شغالين لسه. وهنجيب فلوس لكل ده منين يا فالح؟ حمادة بيه، المحل دلوقتي ما بيجيبش تمن فاتورة الكهرباء، لازم نعمل حاجة. ربنا يسهل. خليك أنت. أموريني حضرتك. هو حضرتك شغال هنا؟ حمادة عايزه صاحب المحل. فرصة سعيدة. أنا الحقيقة عاوزة عروسة. علشان بنتك؟ لا أنا الحقيقة ما عنديش بنات. يبقى أختك الصغيرة. لا أنا الحقيقة ما عنديش أخوات. يبقى مفيش غير مامتك. حاجة زي كده. لا بجد لازم أعرف سن الطفلة عشان أجيب لها العروسة المناسبة. أنا عاوزة العروسة ليا أنا. في عروسة مناسبة لسني عندكم؟ معقولة؟ وإيه الغريب في كده؟ أنا أصلي مجنونة عرايس. أنا عندي في أوضتي 15 عروسة. اتفضل شوف العرايس اللي عندنا ونقي العروسة اللي تعجبك. أنا ما تعرفتش بحضرتك. هبة. الو علاء عزو، ازيك يا علاء بيه؟ اخبار باريس ايه؟ ستات حلوين عندكم؟ لا والنبي مهما عملوا ستات عندنا احلى. قولي بقى وانت شغال فين؟ بنزينه؟ وانا بقولك علاء بيه يا ابني، ده انت مرمطت عيلة عزو. أنا بكلمك من المحل. طبعاً سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد. أنا ما قلتلكش أنا عملت فيهم إيه؟ كان هيجي لهم سكتة قلبية يا ابني والله. جيجي لو عرفت مكانك في باريس هتيجي تولع فيك وفي البنزينة اللي أنت شغال فيها. خليك معايا علاء. بلوتو خلاص مفيش. ده كان ذو بسيط يا هبة من المحل عشان نشوف التاني. لكن ما لكنش خلاص. ميرسي قوي. يا علاء. لا 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 دي زبونة في المحل كنا بنجر رجلها. لا يا حبيبي خلاص، اللي يتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. استنى بس احكي لك جيجي عملت ايه. قاعده طول الوقت تبص في الساعه وتقول لي هو اتاخر ليه. الو اكيد بيتكلم من كارت من باريس. علاء عزو بيشتغل في بنزينه من باريس، حالته بقت زي الزفت. خليه يتربى، كان عايش هنا بالطول والعرض. حمادة بيه. نعم. أنا عايش معاكم بقالي سنين وعايش في خيركم. أظن من حقي لما أشوف حاجة مش قد كده أقول لكم عليها. أنا سمعت حضرتك من شوية بتقول اللي يتلسع من الشرب ينفخ في الزبادي. خلصني. طيب يا حمادة بيه، ده احنا اتلسعنا لسعة كبيرة قوي والمحل اتاخد مننا. أي نعم رجع لنا بقدرة قادر، إنما المفروض بقى نتعلم، ناخد درس، ناخد عبرة. علمني يا بلوتو. نفوق بقى، نفوق لشغلنا ونظبط شغلنا عشان المحل لو راح مننا تاني محدش عارف المرة الجاية هيحصل إيه. كل المحاضرة دي عشان الست اللي خدت عروسة ببلاش. لما تبقى ما بتفهمش في حاجة ما تتحشرش فيها، ده اسمه أسلوب بيع، فن تسويق. الست دي لما تاخد العروسه دي ببلاش وهي مش غاليه خلاص هتبقى زبونه المحل. فهمت؟ انا ما اقصدش كده يا حماده بيه. امال تقصد ايه تاني؟ انا اقصد حاجه تانيه خالص. الموظفين اللي شغالين عندنا دلوقتي لازم نعمل لهم تامينات وندفع التامينات في ميعادها، ولازم نسدد الضرايب اول باول عشان المبالغ ما تكترش ونرجع نشتكي تاني. احنا من ساعه ما فتحنا المحل الموظفين لهم فلوس عندنا، اللي له شهر واللي له اتنين واللي له تلاتة، وانا على قد ما قدرت اراضي ده بربع شهر وده بنص شهر وده اديله فلوس يمشي حاله بيها، بس هما مش هيقدروا يصبروا اكتر من كده. اسمع يا سيدي، هو انا لو معايا كنت هتاخر؟ ما انا ياما اديتهم. افرض ان انا اتزنقت شويه ما يصبروش عليا؟ ده الدول بتتزنق. اقول لهم انت لما تفرج مش هتساهم وما تخوتنيش بقى. الناس اتسرعت.